استاذ رسلان ايه؟ نحكي نحكي والله ترى صراحه تحكي صراحه صراحه هسه انا وياك وحق العراق بدون بدون كاميرا باعتبار قاعدين بيها وحق العراق جيبوا لنا البطيخ شباب وحق العراق اللي بيه تربينا ايه؟ العراق يستاهل خابك وعالم انا ما احب واحد يتكلم على العراق باي كلمه ايه؟ كاس الخليج اللي صار بالبصره 90% سوى قطر راح تقول لي شلون شلون دعم قطري ليش دعم قطري دعم قطري مو ماديا لا انت ايش جاي تصادر جهود يعني عدنان الرجال لا لا يعرف عدنان عدنان يعرف الرجال يعني قطر اللي هم جابوا رئيس اتحاد دولي جابوا طياره خاصه اجى الشيخ جوعان وهم فرضوا على الاتحادات الخليجيه ممنونين منهم قالوا تروحوا تلعبون بالبصره شيخ حمد بن خليفه تحياتنا له خاف اقول انا تحيات انا مسؤول عن كلامي إيه؟ شيخ حمد بن خليفه قبل سنتين هذا الكلام انت تتحمله تحملاني اوكي وتاسال علي الشهاده سال علي ما اعطى سال علي قانونيا إيه؟ ومعنويا شيخ حمد بن خليفه ابو خليفه قال لي روح اطمئن وبشر الشعب العراقي الك قال لك نعم حلو والله العظيم كل كلام اقول علي الله الك دور ببطء استضافه نعم الخليج بالعراق يعني الي ها إيه وخرجنا هذا تصريح مهم اي نعم مهدي الكرخي الى دور باستضافه بطوله خليجي 25 بالبصره والشرف